فوجئ الأهالي بعد دخول المدرسة بقرار لوزارة التربية والتعليم برفع المصروفات بنسب، الحقيقة هي مش نسب عالية، وأنا هنا بتكلم على المصروفات الحكومية، بنسب تتراوح من 20 ل 30 جنيه حسب الصف الدراسي والمرحلة التعليمية. القرار ده طبعا بيهم 18 مليون و600 ألف طالب في مصر، وبرغم أنه الحقيقة أن الرقم مش عالي، لكن طبعا كتير من الأهالي مستائين لهذا الارتفاع في المصروفات. معي على الهاتف السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا استاذ رشا. أولا، اهلا ليه استاذ. الرفع بعد ما السنة الدراسية خلصت، يعني أو سوري عفوا ابتدت، يعني هل المصاريف دي هتتدفع إمتى؟ هل بتتكلم على السنة دي ولا سنة تانية؟ لا يا فندم، القرار ده كل سنة لسنوات طويلة جدا بيطلع كل سنة، مفيهوش أي حاجة جديدة خالص، ده نسخة مما سبقه، ودي المصاريف اللي هي بتمول المديريات للصرف على العملية التعليمية، وكان ده معتاد كل سنة. احنا القرار ده بينزل كل سنة، وكان متأخر نزوله، ما فاجئناش الناس ولا في أي مفاجأة خالص، هم عارفين إن في مصاريف والقرار ما طلعش، فكانوا مستنيين يشوفوا هيدفعوها إيه. الزيادة اللي حضرتك بتقولي عليها يعني ما تستحقش حتى الحوار نفسه، لأن احنا بنتكلم على حد بيدفع 60 جنيه في السنة، وهذا الرقم أصبح 80 لسببين. السبب الأولاني إن في تغيير في قانون التأمين الصحي ينطبق على الجميع، وبالتالي فرض علينا زيادة هذا الرقم 8 جنيه بتروح لحساب موضوع التأمين الصحي مش لينا إحنا خالص. والفرق اللي هو ال 12 جنيه اللي بيقولوا عليها زيادة أو بنسميها زيادة، ده في السنة 9 شهور، يعني بنتكلم على مبلغ 60 جنيه بقى 80 جنيه في سنة كاملة دراسية. بس عشان الناس تبقى عارفة، هذا المبلغ بيتقسم على 32 بند: الأنشطة وصيانة المدارس والبنية التحتية والمكتبات وكل ما تتخيليه في هذه ال 60 جنيه البسيطة. فرغم إن الناس بتطالب بأشياء كثيرة جدا جدا جدا، إنما إحنا بنتناقش في 12 جنيه فرق في سنة. هل دي الفلوس، يعني يعني دلوقتي الأهالي دفعوا المصاريف بالفعل قبل ما يخشوا المدرسة ولا هم بيدفعوها لا على أقساط؟ لا، اولا كمان تخيلي ان احنا بنقول 60 و 80 جنيه دي بنسمح بدفعها على جزئين كمان، ومع في منها 17 مجموعه من المجموعات المختلفه في المجتمع، يعني اللي في تكافل الكرامه وابناء الشهداء وناس كثيره جدا. فدي المصدر الوحيد لمديريات التربية والتعليم للصرف على متطلبات العملية التعليمية، وده حاجة معتادة كل سنة، مفيش أي يعني تغيير كل خالص. سنة بنفس القيمة سيادة الوزير بتزيد يعني بنفس الرقم ده، الزيادة بتبقى بنفس الرقم؟ لا، الرقم ده كان ثابت آخر 5 سنين، آخر مرة زاد كان من 5 سنين. كان طبعا من حضرتك 5 سنين. عارفة، كانت عارفة إنه يبقى مش قد إيه زيادة الدنيا. سنوية يعني. لا لا، مش ثابتة سنوية خالص، ده احنا غيرناه، وعشان نغيره يعني أجهزة الدولة كلها اشتركت في قرار بيضيف يعني 10 12 جنيه للطالب في السنة. فأنا الحقيقة أتعجب كثيرا، يعني بص دي فرصة بقى نسأل الناس واحنا عاوزين ايه لا بالظبط، ما طبعا يعني طبعا يعني بجد، يعني لأنه إذا كنا طول النهار صراخ على تطوير التعليم وبنستحرم 10 جنيه في الوزارة ونقول عليها زيادة في المصاريف واحنا معترضين وبتاع، هو خلاص يمكن لان ده يخص يعني المدارس الحكوميه اللي هي مش المدارس الخاصه، مش المدارس التجريبيه، مش المدارس النموذجيه، دي المدارس الحكوميه اللي المفروض ان تكون مجانيه تماما، وهي الحقيقه مش مجانيه تماما. حضرتك عارف طبعا الولاد بياخدوا دروس، بيدفعوا حاجات تانية جوه المدرسه، فبالتالي يعني القضيه مش في ال20 جنيه، القضيه في مسؤوليه الدوله عن المدارس الحكوميه اللي المفروض انها مجانيه. والله. أنا طبعا حضرتك عارفة أنا بقالي شهور بحاول أفتح هذا الموضوع مع الناس عشان أفضل أتكلم بالأرقام ونواجه المشاكل، وإحنا ما بنغلطش في أي وصف للمشكلة. اعترفنا بالمشكلة من أول يوم وقلت لهم التعليم في مصر ليس مجانيا على الأرض، وكلهم عارفين كده، وكل الناس بتستحل تدفع لملك الكيمياء وملك الفيزياء في صح السنتر صح بالألفات
وبيستحلوا نقعد على الكافيهات وبيستحلوا ندفع في الفيسبوك وفي الواتساب، وما ندفعوش ندفع للوزارة. 10 جنيه للتعليم وندعي ان الوزاره بتعمل وبتساوي، نفس الوزاره اللي مطلوب منها اشياء لو حسبنا قيمتها هتطلع بمليارات. فاحنا بنتكلم برقم لا شيء، لا شيء يذكر، ولكن باقل القليل والله بنحاول نوفر للناس. يعني انا احنا بنعمل دراسه بس عشان الناس تعرف قيمه الدعم الموجه لهذا النظام اللي مش عاجبنا واللي نفسنا نعمل احسن منه، بس كمان الدوله بتصرف عليه كتير جدا والطلبات كتير والضغط عليه هائل الاعداد. فاحنا بارقام ولا حاجه تقريبا، يعني فغريب احنا يعني بنصرف في ايه ونستحرم في ايه. يعني ثمن السكر والوقود بتاع زاد بنسبه كام؟ واحنا هنا بنتكلم في حاجه يعني تخيلي بنقسط هذا الرقم. ما احنا عايزين نوصل بقى ان ولي الامر يدفع الرقم ده او اغلى منه حتى، لكن ما يضطرش ان هو يدفع لملك الكيمياء وملك الفيزياء والكلام ده كله. هو ده اظن الهدف. الهدف بتاعنا وهدف الرئيس هو توفير جوده اعلى لاكبر شريحه من المجتمع ويلغي كل المصروفات الاخرى. بس كمان يعني في لحظه لازم نتكلم مع بعض ونشوف الطلبات دي بكام وهنقسم الفاتوره دي ازاي. انما في الاخر اقتصاديات للموضوع، ما نتكلمش على مجانيه التعليم او عدم مجانيه التعليم، نتكلم على الواقع. الواقع اللي حضرتك قلتيه التعليم الحالي المقدم مش مجاني، وانه الناس قررت انها تدفع الفلوس بقلب جامد لناس ما حتى ما يعرفوش يحاسبوهم الفلوس اللي دفعناها له دي جابت نتيجه ولا لا. طب انما بيستكتر بقى، وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده رقم ضعيف جدا جدا. حضرتك كنت لما كنت ضيفنا من فتره كنا بنتكلم على ان احنا هنبتدي برياض الاطفال، ان احنا نبتدي بالنظام الجديد في رياض الاطفال. هل بدانا بيه السنه دي ولا ده للسنه لا لا الدراسيه القادمه؟ لا، ده كل الاعداد ده للسنه الجايه باذن الله. يعني احنا طبعا بنسابق الزمن عشان نعمل حاجه زي كده في رياض الاطفال. يعني في 3 سنوات دراسيه سترى تغيير ضخم جدا. رياض الاطفال واولى ابتدائي من سبتمبر 18 تجد نظام تعليم مختلف تماما. اولى اعدادي هتسلمهم كتاب اللي اتكلمنا عليه بتاع 1000 اختراع واختراع، وربطناه بالمناهج في المرحله الاعداديه كنوع من التحفيز على المعارف ويعرفوا تاريخهم وتاريخ علمائنا وكده، كنوع من تحبيبهم اكثر في الماده العلميه. اولى ثانوي بقى بالتحديد ده يبقى نظام مختلف خالص، اللي هو هيعتمد بقدر عالي جدا على التكنولوجي وعلى طرق تقييم مختلفة عشان نبتعد عن الثانوية العامة. بس كل المراحل هتلاقي بس ده من العام الدراسي المقبل. ده اللي قلناه طول الوقت والله، يبني في اتجاهه بإذن الله. طيب سيادة الوزير، المدارس اليابانية بدأت التقديم لها، امتى هتبتدي خطتها ايه؟ والله بص، احنا برضه ده مشروع سيادة الرئيس مهتم بيه جدا، ولا زلنا في كده كثير من المشاورات حول درجة الجودة المستهدفة، واحنا جاهزين ليها. يعني الرئيس مش عاوز يعمل الموضوع إلا إذا كان 100% بالظبط. يعني هل احنا اعلنا عنها بدري واحنا لسه مش جاهزين لاستقبال الطلبة، او مش جاهزين لتطبيق النظام، لان واضح انها لسه ما ابتدتش؟ لا، هي احنا عملنا الاسبوع ده اللي هو كان الميعاد اللي اتكلمنا عنه اللي هو 15 اكتوبر، فتحنا المدارس للاهالي كنوع من الاورينتيشن او اسبوع تعارف، انه بنعرف الاهالي ايه النظام الياباني وايه اللي يتوقعوه لاولادهم علشان ما يفاجئوش بيه، لان لهم دور كبير قوي في نجاح المدرسه. يعني فدي برضو من المرات الجديده، يعني احنا بنشرك الاهالي معانا في الموضوع خصوصا في الاطفال. لا زال النقاش جاريا حول هل يعني الوضع الحالي هو ده درجه الجوده المستهدفه، ولا احنا عاوزين نعلى بيها كده. احنا كل اللي فتح 8 مدارس بس المستهدف اكتر. بس دول فتحوا يا فندم، يعني اشتغلوا ولا لسه؟ دول استقبلوا الاهالي والناس قدمت، وباب التقديم احنا كان عندنا 1800 مقعد، جالنا 30,000 او اكتر قدموا، واخترنا ال 1800 مقعد بيتنافس عليها 30,000 في المرحلة دي. وعشان كده بنراجع بس اللي حصل ده كله، ويعني
في نقاش على اعلى مستوى، الرئيس طالب جوده عاليه جدا وعندي نتائج كبيره، فهنشوف الايام الجايه هيبان الرد على السؤال ده. طب الطلبة دول داخلين بقى يعني احنا خلاص لا هم كل دول كانت تحويلات مدارس، لان احنا فهم موجودين في مدارس بالفعل. موجودين، فاحنا يعني هم ما سابوش مدارسهم ولا حاجه، هو كانت الفكره ان احنا بنسمح فاتحين باب التحويل من المدرسه اللي عاوز ينقل ابنه من مدرسه موجوده الى هذا المكان. بس التحويل هي امتى المدارس هتبتدي؟ يعني امتى التعليم سيبدأ في المدارس اليابانية؟ والله احنا كانت الخطه الاصليه تستهدف يوم الاحد الجاي، يعني الاحد الاسبوع ده يبقى تعرف على ان نبدا يوم الاحد، ولكن ده برضو يعني متوقف على هل الدولة هتعتبر متاح حاليا الجودة اللي احنا عاوزينها ولا نشتغل عليها اكتر شوية. مين اللي بيقرر ده سيادة الوزير؟ حضرتك بتقول والله الدولة، فمين اللي بيقرر ده؟ ده مشروع الرئيس الحكومة مهتم بيه، يعني هو يعني متفاعل معنا فيه جدا وبيطلب تقارير يومية عنه. يعني الرئيس هو من سيحدد ما إذا كانت الجودة المقدمة في هذه المدارس مظبوطة ولا لأ، ولا في لجنة ولا إيه فن؟ لا هو الرئيس هو صاحب الفكره وصاحب المشروع وهو اكثر يعني متفائل عنه لانه عاوز يحقق فعلا شيء معين. في طبعا لجان كثيره جدا وفي تعاون مع اليابان، مع الدوله اليابانيه في يعني اتفاقيه مشتركه وتمويل من اليابان لتدريب المعلمين في الموضوع. في طبعا الرئيس بيتبنى هذا المشروع، فاحنا يعني لسه بنستكمل هذا الحوار كده. طيب فاحنا بنقول ان انتوا كنتوا مستهدفين الحد الجاي، لكن مش مؤكد ان المدارس دي هتفتح يوم الحد الجاي. بصي يعني احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا بنقول كل حاجه كما هي زي ما برد على حد. ارجوك، وانا بشكر صراحتك جدا بصراحه. يعني احنا واقفين على ايه؟ يعني لو تقول لي الرئيس مثلا معترض على ايه، او شايف ايه ناقص علشان المدارس دي تشتغل. احنا مش عاوزين نكرر التجارب القديمه اللي بتبدا تحت مسمى بايلوت وبعد سنه تموت عشان ما حسبناهاش مظبوط، ما حسبناش ازاي المشروع ده هيستمر وهيقف على رجليه. مهتمين جدا، ودي من الحاجات الجيده جدا الايجابيه، احنا دلوقتي بنتكلم على قدرتنا مش على انشاء شيء جيد، على الاستمرار في التجارب. استمرار يعني ده تمويل بقى، قصه لها علاقه بالتمويل. ليها علاقة بالتمويل، بالمدرسين، بالتدريب الكافي ليهم، بالتجهيزات، هل هي فعلا زي اللي احنا مستهدفينه ولا لا. يعني مش عاوزين نعمل حاجة نص نص، اذا ده كلفنا اعتقدنا او الرأي انتهى الى انه لا ده مش الوضع ده ما يناسبناش، هنيجي نقول للناس كده احنا محتاجين وقت اكتر للحصول على جودة اعلى. طب يمكن ما كانش لازم نعلن عليها يا فندم، يعني كنا اعلنا عليها للعام الدراسي القادم عشان نكون جاهزين اكتر فعلا. والله بصي حضرتك احنا يعني تحت ضغط كبير جدا في انجاز اقصى ما يمكن فيه، حتى اللي انا قلته لحضرتك على السنه الجايه ده اكتر من كده عشان يعني ومحتاج تمويل ضخم جدا طبعا، تحت لانك الاسره عشان تشتغل نفسها. على الحضانات كلها ده رقم رهيب. يعني الحضانات بس فيها 2 مليون واولى كام ابتدائي يا فندم الحضانات؟ كام مليون، يا فندم؟ ما هو اللي بيدخلوا الفلو اللي داخل اولى ابتدائي 2 مليون. فحضرتك لو حسبتي بالارقام دي كي جي 1 وكي جي 2 مش كل الولاد بيدخلوها، فلو قلنا نصهم احنا بنتكلم على مليون هنا ومليون هنا و2 مليون كمان 4 مليون طالب، فشوفي دول هيحتاجوا كام مدرس معد نفسيا وفنيا عشان ومدرب وكل الكلام ده. فالاهداف والله اللي بنحطها والرئيس بيدعمها كبيره، بس بنقول للناس بمنتهى الوضوح ايه اللي قادرين نعمله وايه اللي، وبعدين يعني يكون ان الرئيس مش عاوز يبتدي حاجه الا اذا كانت بيرفكت ده شيء حقيقي جدا، فاذا احتاجنا بعض الوقت هنقول للناس، نقول للناس يا جماعه اظن ان الشفافيه دي مهمه جدا الحقيقه. خلوا الولاد لحد ما نبقى متاكدين، عشان مش عاوزينهم بعد ما نبتدي نرجع نقول بس ما كانش كويس، ما كانش كامل، الاستاذ مش كويس. بنتحقق من انه مفيش حاجه نص نص بقى خلاص.
طب مؤخرا، اخر سؤال يا فندم، مؤخرا كان في يعني فيديوهات كتيره على مدرسين بيدرس، يعني واحد مدرس بيضرب طالب ضربا مبرحا، مدرس اخر بيشرح بطريقه فيها ايحاءات، يعني في بعض كده التجاوزات، بتعملوا ايه؟ يعني اكيد عند حضرتك اداره بتراقب اداء المدرسين، بتعملوا ايه في هؤلاء المدرسين اللي بيصدر عنهم مثل هذه الافعال؟ بصي حضرتك، في وسط والله هذا البناء، بتكلم على الياباني وعلى السنه الجديده وكده، الا ان طبعا اولا الدوله كلها السوشيال ميديا بالاهالي بالاعلام بالنواب بتراقب كل شيء، وبالتالي كل حاجه زي اللحظه اللي حضرتك بتسمعيها فيها بنكون احنا سمعناها فيها، بس احنا بنتحرك في نفس اليوم. فحتى المدرس بتاع الكيمياء احنا عرفناه ومحاول للتحقيق وانا مضيت على تحويله للشؤون القانونيه، وبالتالي تعاملنا معاه في نفس اليوم. الحاجات اللي الفيديوهات اللي فيها ضرب، يعني في نفس الوقت اللي الاجهزه كلها بتدينا المعلومات دي احنا بنتحرك وبتمشي وراها، سواء حتى في المدارس الدوليه في الخاصه قدر الامكان. فحجم المشاكل كبيره، هو كان طبعا في من ده كتير جدا، بس دلوقتي الاضواء بقت اكتر صحيح، وسرعه نقل المعلومات اكتر، واحنا كمان بنستجيب لده ونبذل والله كل ما نستطيع. فكل حاجات حضرتك قلتها دي مفيش قصة سمعناها وما اتحركناش. أنا بشكرك جدا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشكرك على الشفافية، على الصدق، على فكرة إنك بتقول إحنا مش هندخل الولاد المدرسة وهي مش جاهزة، أو إن إحنا مش حاسين إن إحنا نقدر نكمل الطريق بالشكل ده. يمكن ما كانش لازم نعلن عن المدارس اليابانية طالما إحنا مش جاهزين ومش واثقين، واضح إنه هذا الملف في يد الرئيس شخصيا، لكن أظن إن إحنا يعني أنا محترمة جدا فكرة إنه قال إنه والله إحنا هنبتدي نشتغل على الكيجي من العام الدراسي القادم، وده كان قايله مثلا من 6 7 أشهر، فبالتالي هو بيجهز لسنة قدام. فكرة احنا فوجئنا بالمدارس اليابانية بين يوم وليلة، وانه المباني جاهزة وانه كذا، كلنا سألنا ازاي وامتى. في حاجات القضية مش انك تبني المدرسة، القضية هو جوه المدرسة في ايه، زي بالظبط ما بنقول القضية مش ان احنا نعمل اوبرا، القضية هو جوه الاوبرا هنعرض ايه، القضية جوه المسرح هتعرض ايه، فجوه المدرسة مين اللي هيدرس، الوسائل التعليمية، المناهج اللي هيخش عقل العيال، هو ده المهم. فأنا الحقيقة بشكرك على هذا الإيضاح. أما فيما يتعلق بالمصاريف، وقال إن دي أرقام ضعيفة جدا، المصاريف ما زادتش من 5 سنين، هو يمكن بس الدنيا زيادة شوية، سواء مصاريف خط تليفون ثابت، تذكرة مترو صحيح، لكن دي كلها لسه زيادات، يعني بغض النظر عن الزيادات الحقيقيه في الاسعار اللي هي عاليه جدا واللي لسه ما بتنخفضش، لكن في حاجات زيادتها بتبقى طفيفه لكن بتساعد الدوله انها يعني تحسن الوضع. لكن تعليم مجاني، ليس لدينا تعليم مجاني، وهذا على لسان السيد وزير التربيه والتعليم.